حاجه. كلنا منتظرين كثير حتى الفوز هذا. وهو عند عودتي غبزيت ابني وخرجنا نشل عشاء قريب من البيت، في رصاصه راجع طاخرت في رجلي، فانا ما حسيت اني رصاصه، قلت اني قريح، لان احنا صرنا نقرح بقريح، ما قرحناش برصاص ولا شيء، لانه حفل بين الناس كنا عنا. فدخلت الرصاصه في رجلي، في ابني جنبي بيقول لي يا بابا رصاصه، انا خفت اني طرحت فيه، قلت ما هي هنا هنا، قال في رجلك بالرصاصه معاك. ايوه هذا له، يلا هذا خليك كذي. انا انصحهم انه لا يستخدموا الرصاص الحي، يستخدموا الرصاص حق الاعراس او الطلي، احسن لهم حفاظا على الارواح وحفاظا على الانفس والاطفال. كم يا ناس ماتوا، انا حاجه بسيطه، هذا الجرح لا يساوي شيء.